السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مجددا إن شاء الله، وهذه حصة جديدة من منهاج الصف التاسع في حل أسئلة الدرس الثاني. نبدأ بالسؤال الأول اللي هو: أي المصباحين مقاومته أكبر؟ مع تفسير الإجابة نلاحظ الشكل ألف. الشكل ألف يحتوي على دارة كهربية فيها التيار 2 أمبير والجهد يساوي 6 فولت. أما الثانية شكل باء ففيها التيار 1 أمبير وفرق الجهد 6 فولت. نحسب المقاومة للشكل الأول والمقاومة للشكل الثاني. المقاومة في الشكل الأول بتساوي جيم على تاء حسب قانون أوم، وتساوي 6 على 2 قيمة الجهد 6 وقيمة الأمبير اللي هو التيار 2، فتصبح مقاومة الشكل الأول 3 أوم. أما الشكل الثاني باء نحسب أيضا على نفس القانون، فنحصل على ميم تساوي جيم على تاء اللي هي جيم عند 6 فولت والأمبير التيار 1 أمبير، فتصبح المقاومة 6 أوم. طيب إذا نلاحظ أن مقاومة المصباح الثاني أعلى من مقاومة المصباح الأول. المصباح الثاني مقاومته أعلى زي ما احنا شايفين 6 أوم، وبالتالي تكون شدة الإضاءة في المصباح الأول أكبر لأن المقاومة مالها أقل، فالعلاقة تكون إيش؟ عكسية بين المقاومة وإيش التيار. كلما زاد التيار قلت المقاومة، والعكس كلما زادت المقاومة قل التيار. الآن دعونا نرى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: وظفي قانون أوم في إيجاد القيم المفقودة في الأشكال الآتية. نشوف مع بعض. نشوف وظفي القيم المفقودة. لو احنا اطلعنا مع بعض على الكتاب صفحة 76، هذه أسئلة الكتاب صفحة 76، حنلاحظ انه القيم المفقودة في الشكل الأول، الشكل الأول ميم عندي ميم مجهولة. حسب الشكل ميم مجهولة، لكن تاء تساوي 1 أمبير، وعندنا جيم تساوي 6 فولت. هل نستطيع حساب المقاومة يا تاسع؟ نعم نستطيع بكل بساطة عن طريق قانون أوم. حقول بما أن المقاومة تساوي الجهد على التيار، إذا نعوض الجهد 6 والتيار 1، إذا المقاومة تساوي 6 أوم. هذا حل اللي هو الشكل الأول. نيجي الآن لشكل 2. شكل اثنين عنا معطيني الجهد 6 فولت والتيار معطيني 2 أمبير. المطلوب الآن هي أيضا المقاومة. طيب أيضا نفس فكرة المطلوب والشكل الأول، حطبق قانون ميم تساوي جيم على تاء ويساوي جيم 6 على التيار 2 ويساوي 3 أوم. طيب نيجي الآن للشكل الثالث. الشكل الثالث معطيني ميم تساوي 2 أوم وتا تساوي 1 أمبير. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب جيم. حسب قانون أوم زي ما هو واضح عندي، جيم هتساوي ميم ضرب تاء ويساوي ميم 2 ضرب 1 ويساوي 2 فولت. نشوف الآن الشكل رقم 4. شكل رقم 4 معطيني فيه معطيات لقيمة المقاومة تساوي 2 أوم وقيمة التيار تساوي 2 أمبير، وأيضا المطلوب هو فرق الجهد. فرق الجهد ماذا يساوي حسب قانون أوم؟ حسب قانون أوم يساوي جيم تساوي ميم ضرب تاء وتساوي 2 ضرب 2 ويساوي 4 فولت. هذا هو حل السؤال الثاني من الكتاب المدرسي صفحة 76.
طيب نأتي الآن للسؤال الثالث، السؤال الثالث مهم جدا، والذي يقول في الشكل المجاور معطيني شكل ومعطيني عليه عدة مطاليب لازم أنا إيش أحلها. كثير مهم السؤال اللي هو السؤال الثالث. الآن السؤال الثالث رسمته بهذا الشكل، معطيني بطارية دارة كهربية عادية فيها أميتر، الأميتر يمر من خلاله تيار 3 أمبير. طيب بعد ذلك عندي تفرع لمقاومتين، كل مقاومة عندها جهاز قياس للتيار، لأنه زي ما احنا عارفين نوع التوصيل هو توصيل توازي والتيار يكون ماله مجزأ. نشوف هذه معطيني عليها تا 2 وهذه تا 1 ومعطيني هنا 3 أوم واللي تحتيها 6 أوم. نشوف المطالب. المطلوب الأول احسبي المقاومة المكافئة رقم 1 بالدميم الكلية. درسنا يا تاسع احنا في الحصة السابقة انه في حالة التوصيل على التوازي تحسب المقاومة المكافئة عن طريق القانون 1 على ميم الكلية تساوي 1 على ميم 1 زائد 1 على ميم 2. نشوف مع بعض. بما انه طبعا التوصيل توازي، ما زال في عندي يا تاسع هنا تفرع، اذا التوصيل الموصل عندي هنا توصيل ماله توازي. 1 على ميم الكلية تساوي 1 على ميم 1 زائد 1 على ميم 2. 1 على ميم الكلية تساوي، نشوف ميم الأولى قديش؟ 6، 1 على 6. طيب ميم 2 3، 1 على 3. بنفع اجمع 1 على 6 زائد 1 على 3؟ لا، طبعا لازم أوحد المقامات عشان أقدر أحصل على الجواب الصحيح. طبعا المقام 6 في 1 زائد نضرب 3 في 2 و 1 في 2 ويساوي 3 على 6. طبعا بنقلب الحين عشان نقدر نحصل على قيمة المقاومة الكلية، بنجيب المعكوس 6 على 3 ويساوي 2 أوم. هذه هي قيمة المقاومة الكلية، واستخدمنا القانون هذا لأن التوصيل ماله على التوازي. طيب المطلوب الثاني حساب شدة التيار تا 1 وتا 2. تا 1 وتا 2 طبعا لما بدي احسب تا من قانون اوم، قانون اوم لازم اكون حافظه كتبه عندي، ميم تساوي جيم على تا. اذا تا ايش حتساوي؟ تا حتساوي جيم على ميم. طيب انا لما بدي احسب تا 1 وتا 2 لازم يكون عندي قيمة جيم، طبعا قيمة جيم مش موجودة اصلا، فانا لازم اجيب قيمة جيم عشان اقدر احسب تا. حقول جيم الكلية هتساوي المقاومة الكلية ضرب التيار الكلي. طيب تساوي ميم الكلية قديش؟ اللي المقاومة المكافئة حسبناها طبعا قديش؟ 2 ضرب تا الكلية اللي هي التيار الكلي اللي معطيني على الرسم 3 أمبير. بتصير عندي قيمة الجهد الكلي تساوي 6 فولت. طيب الآن بدي أحسب قيمة تا 1 وقيمة تا 2 عند إيش؟ إيجاد فرق الجهد. طبعا فرق الجهد إحنا عارفين فرق الجهد الكلي في حالة التوصيل على التوازي يكون فرق الجهد متساوي، يعني جيم الكلية بتساوي جيم 1 وتساوي جيم 2. يعني هنا لما أجي أحسب أنا تا 1، تا 1 إيش هتسوي لي؟ جيم 1 على ميم 1، أو بقول جيم الكلية على ميم واحد، نفس الحاجة لأنه جيم الكلية أصلاً بتساوي جيم واحد وتساوي جيم اثنين وتساوي جيم ثلاثة. جيم تساوي 6 على قيمة المقاومة الأولى 6 وتساوي 1 أمبير. طيب هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني تا 2. تا 2 عندي طريقتين، يا إما بقول جيم 2 على ميم 2 وبقول جيم 2 هي 6 على ميم 2 اللي هي قديش؟ 3 ويساوي 2 أمبير. هذه طريقة. لو بدي أقول حل آخر، بما أن التيار الكلي يساوي تا 1 زائد تا 2، إذا تا الكلية 3 وحسبت أنا تا 1 1 قديش تا 2، بيطلع عندي استرقاء اللي هي تا 2 تساوي 2 أمبير. طيب الآن المطلوب الأخير معايا، المطلوب الأخير هو حساب فرق الجهد على المقاومة 3. طبعا احنا بدنا نقول بما ان التوصيل
على التوازي. إذن فرق الجهد متساوي. إذن جيم الكلية تساوي جيم واحد تساوي جيم اثنين. إذن جيم على المقاومة ثلاثة اللي هي جيم اثنين تساوي قديش؟ حسبناها هي 6 فولت. بذلك نكون قد أنهينا اللي هو إيش حل هذا السؤال. طبعاً هنا لو بدي أنا أكمل تحتيها حقول بما أن التوصيل على التوازي، إذن فرق الجهد متساوي وساوي جيم كلية تساوي جيم واحد زائد جيم اثنين زائد جيم ثلاثة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حل أسئلة الدرس الثاني. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.